الزرقاء المعتادة أراد في هذه المقابلة حفظ ماء الوجه وإنهاء سلسلة النتائج السلبية التي جعلته يعاني الأمرين، لكن منافسه مولودية العلمة كان سباقا للتهديف في الدقيقة 18 برأسية اللاعب نوبلي. الرد وبصورة جميلة كان أسرع بعد دقيقة من اللاعب سلطاني الذي عدل النتيجة لأولمبي أرزيو. وفي الدقيقة 36 المهاجم باعوش يرتكب عليه الخطأ داخل منطقة الجزاء ليتولى بنفسه التنفيذ والهدف الثاني لأولمبي أرزيو. وتقدم الأولمبي في النتيجة أمام مولودية العلمة في الشوط الأول. بعد انطلاق الشوط الثاني مباشرة لاعب العلمة نوبلي يعدل النتيجة وهدفه الثاني في هذا اللقاء. وفي الدقيقة 69 لاعب أولمبي أرزيو زواوي يضيف الهدف الثالث، ثم أردفه زميله سلطاني المتألق بهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من اللقاء بعد تمريرة اللاعب عيسوي، وفوز أولمبي أرزيو أمام مولودية العلمة.